احسن الله اليكم فضيله الشيخ الاخت ام رام تقول بالنسبه للمراه اذا جاءتها اذا جاءها الحيض وهي في الحج في منى هل تواصل بقيه المناسك نعم المراه اذا احرمت بالحج او بالعمره فانها تبقى على احرامها وهي حائض وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفه والمبيت في مزدلفه ورمي الجمار والمبيت بمنى والتقصير فتفعل المناسك الا الطواف فانها تؤجله الى ان تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الافاضه لان عائشه رضي الله عنها لما حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمه قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري نعم